كابتن احمد، في البدايه فاركو لم تخدمه رزنامه الدوري المصري، وايضا ترتيب المباريات، لعب الاهلي في مباراتين ثم لعب الاتحاد والزد والزمالك. لم تخدمه ايه معلش؟ نعم، لم تخدمه ايه؟ الرزنامه. تمام، ترتيب المباريات يعني على فكره لغه عربيه برضه وترتيب المباراة حلو كده. ترتيب المباريات، يتبقى له مباراه الزمالك ولعب مع بيراميدز ولعب مع زد والاتحاد والاهلي مباراتين والزمالك مباراه. اكيد ترتيب المباريات طبعا ظلموا بشكل كبير، ولكن في جزء كمان يسال عنه فاركو واداره فاركو، هم عايزين ايه؟ لان انت بتتكلم على فرقه مميزه عندها مجموعه لعيبه مميزين جدا جدا. احمد خطاب بيجتهد، ولكن كان في وقت من الاوقات ممكن فاركو ان هو يستعين بمدير فني عنده خبرات كبيره مع المجموعه اللي موجوده. اعتقد ان كان ممكن يكون ليه مكانه افضل من كده. هو مدرب بيجتهد مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده، ولكن دايما دايما بيبقى فيه جزء بالنسبه للاعب فيه قناعات، يعني قناعات المدير الفني اللي شغال معاه، فده جزء مهم جدا من التدريب. انما جدول المباراه ظلم فاركو اكيد طبعا اكيد. انت بتتكلم فاركو النهارده بيخرج من اهلي على اهلي، من زمالك على زمالك على بيراميدز، فكلها ماتشات صعبه جدا جدا في ظروف هم حطوا نفسهم فيها من الاول. لان اعتقد زي ما بقول ان هم فرقه عندهم مجموعه لعيبه مميزه، عندهم مجموعه لعيبه ما ينفعش يكونوا في المكان ده اطلاقا على الاطلاق. انما في النهايه لسه الاماني ممكنه. النهارده مباراه مش بعيده ان هو ممكن يلعب بشكل كويس، لان هو ادى قدام النادي الاهلي بشكل كويس، وكان قريب ان هو ممكن يخرج متعادل على الاقل مع النادي الاهلي، او ممكن في وقت من الاوقات كمان هدد مهما الشناوي في وقت من الاوقات. مع الزمالك كمان النتائج برضه بتبقى مباريات صعبه بالنسبه لفاركو. فانا اعتقد عنده فرصه ان هو على الاقل على الاقل النهارده نقطه او ثلاث نقاط تحط فاركو في حته هدوء الى حد ما.